بنتك عمرها 6 سنين أو أكثر، عندها وبر بالوجه بالرقبة أو بالجسم، تزيت بالشعر، حبوب بالوجه، ريحة عرق زائدة، مشاكل بالدورة الشهرية وعدم انتظام، حتى تغير كمان بالأعضاء التناسلية. ما تهمل الموضوع، هالعوارض بنسميها عوارض ذكورية، ودايما سببها هو خلل هرموني. هالخلل سببه إفرازات هرمونية زايدة من غدة الراس، الغدة الدرقية، المبيض، تكيس المبيض، مشكلة وراثية، أو حتى البدانة الزائدة والأنسولين. ضروري تتوجهي لطبيبك لإجراء الفحوصات المخبرية، الصورة الصوتية والسكانر، وتطمني العلاج موجود.